الجامع، صباح جاز الجامع عطار 18 لتر ب 45 جنيه. لا تقول لك انا ولا دكاني كله بلطجه بلطجه، العالم عمال ياكل في الحرام، كله في حرام في حرام، ما فيش حد بيعرف ربنا بقرش، كله لهط في لهط بعيد عنا، ما فيش حاجه غير الله بدون حق كده العلم. وده على ما يعمل ايش؟ هو اديك شايف المراه. احنا عندنا زرع نشف في تزمنت ليه؟ من السولار. السولار دلوقتي حاليا فيه بلطجيه بتستولى عليه، ومن خلال البنزيمات دي فيه ناس شغاله في البنزيمه بيتصلوا على البلطجيه، بيجي ياخدوا الايه، يملوا الجراكل ويبيعوا عنا الجركل وصل 100 جنيه. عايز بس يجي يشوف فين الرئاسه وفين محمد مرسي وفين الناس كلها دي اللي انتخبناه. انا عايز يجي يشوف اللي احنا وقفنا وراه كله وانتخبناه. يجي يشوف بيوتنا الخربان عشان نطلع بعربيه عشان نشتغل ونرزق عليها، نيجي نقف في الطابور 10 ساعات اول مره نشوف النظام ده بتاع حكايه الجاز ده. والله العظيم انا جاي من بعد بني سويف عشان اخد جركلين جاز للعربيه، مش عارف، انا مش عارفين نحل الازمه دي. ادي لك كم يوم بقى، لنا 3 ايام النهارده اهو. ليه يعني هنروح فين احنا بقى بسبب الجاز؟ اول مره نشوف النظام ده. احنا مش عارفين ان الزرع الوقت نشف، مش عارفين نعمل ايه الوقت. هنسيب الزرع كده ينشف والناس هتعيش ازاي؟ الايجار بكام؟ لا والايجار غالي، 8000 جنيه والايجار ب 8000 جنيه الوقت الفدان. مشكلتنا ان هي السرعه، عاوزين السولار بس، ادي المشكله بتاعتنا. احنا الناس سواقين وعلى باب الله، عايزين سولار والله. سيد رئيس الجمهوريه اقول له احنا تعبانين ودايرين داخلين، لا لاقيين اللوم ولا لاقيين الغاز ولا لاقيين حتى المكان نقعد ونرتاح ونرقد ونرتاح فيه. مشكلتي ان انا عندي سيرفيز مش لاقي له جاز، ان انا شغال بروح اشتري صفيحه من بره ب 80 جنيه ب 70 جنيه وجاز عليه ميه مش مخلوق. وبعد كده عندنا احنا هنا التجار السوداء في بني سويف، احنا بينزل لنا جاز مش بينزلش، بس بنروح للتجار السوداء. البنزينه الوحيده اللي شغاله باحترام، يعني البنزينه الوحيده شغاله باحترام. اذا كانت البنزينه اللي في دوران الدوران الطريق الزراعي الاولانيه او بتاعه رشيدي او الثالثه اللي هناك، كله شغال تجار سوداء، مفيش الا البنزينه الوحيده هي والسود اللي شغالين بانتظام. احنا مثلا جايبين عربيه عليها قسط 1000 جنيه في الشهر شغاله بالغاز، ندفع لها كيف؟ نجيب لها كيف لما كل عربيه شغاله والراجل مضى على شياك وما فيش غاز، هنشتغل كيف ولا العيال تاكل كيف؟ احنا بتوفران ومش لاقيين جاز نشغل، عشان احنا طبعا دلوقتي نحتاج غاز كل يوم، يوميا بنحتاج حوالي 100 لتر وما مش لاقيين. يعملوا لنا جوابات يقولوا لنا هنعمل لكم بنزيمه ومش بتاع، وتروح تصرف يصرفوا لك يومين ويقول لك ايه كمل انت الباقي براحتك. احنا دلوقتي واقفين في الصف نازلين زي الناس.